و30% للشركات. للأسف الشديد مش طايلنا ولا إشي، لا 70 ولا 30، أخذوا كل العطاءات لهم وسياراتهم بتصفي فوق ال 15,000 شهري، فوق ال 15,000 سياراتهم بتصفي شهري، وإحنا ولا شلن ولا شلن. الراس عليه ثلاث عربيات مش واحد. حلال ولا حرام هذا الحكي؟ واحنا من ناشد جلالة سيدنا، من ناشد جلالة سيدنا انه ينصفنا ويقلل من تغور الحيتان بهاي البلد. افسدوها يعني خربوها فعلا، خربوها يا جماعة الخير. كل شيء له حدود، اذا تعدى عن حدي انا قوتي قوت ولادي، بدي اكل بدي اعيش بدي اصرف على حالي مثلي مثل اي مواطن اردني. انا اردني، ابن اردني، وانا يعني جلال سيدنا على رؤوسنا من فوق، واسال الله ان يسمعنا جلال سيدنا وينصفنا يا مولاي. اقسم بالله العظيم ضاقت علينا، اقسم بالله ضاقت علينا، ضاقت يا جماعة. ذكروا الله شو نعمل، شو نعمل، نصير نزلي، نصير نضحك على بعض، نصير نصابين عند الكبر وعند الشيب. ترخيص مش قادرين نرخص، مش قادرين، كل لدينا بدين، مش قادرين والله لا قادرين يا عمي، اقسم لكم بالله. لو شوف تصبير، اقسم بالله، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يأتينا بالفرج. اللهم اتينا بالفرج، اللهم اتينا بالفرج يا رب. وهي وقفت لي يا عمي، جزاك الله والله انا قادر اصلح. اذا كنت انا قصد ببيع ومن معي يصبر. هلا 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 خال والله يا اخوي، ودي بس وقف على باب الدار وده تصليح وفرج المسلمين. انتوا تفكروا انه ما راح تموتوا؟ والله غير تموتوا وتنسالوا عن كل صغيره وكبيره. ربنا ما يضيع مثقال ذره. انتوا قاعدين تشتغلوا ضد جلالة سيدنا، لانه لما جلالة سيدنا يجتمع فيكوا تقولوا له احنا بخير والشعب بخير والاردن بخير. الاردن مش بخير، يوصلوا لك حكي كله فاضي وسلامتكم بس، والله غير تنسالوا بالقبر. راح تموت اتخن عمر 60-70 سنة، راح تموت والله غير تاكلوا دبابيس لما توزعوا على الجيران. الله يفرج، الله يفرج، الله يفرج. اي والله نعطيه مفتاح جنب يخبطوا فيه. ما في عند ربنا ما في مفتاح جنب. سبحوه يوديه 70 ذراع تحت.